بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ هذا المجلس، طبعا الأخوة يقولون هذا المجلس 19، تكرر المجلس 19، نقرأ مقدمة التقريب لابن حجر حتى نقف على منهج ابن حجر في التقريب. ودائما كتب التخاريج أو غيرها لابد على الطالب أن يقرأ في مقدماتها حتى يعرف المسلك الذي يسلكه صاحب الكتاب. قال ابن حجر بعد المقدمة، قال: أما بعد، فإنني لما فرغت من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، فأصل الكتاب هو تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يعني بداية عمل ابن حجر كان على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، والحافظ المزي وضع الكتاب تهذيب الكمال غالبا لرجال الكتب الستة، لرجال الكتب الستة، وقد يذكر بعضهم من باب التمييز أو على ندرة. قال: الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، يعني قام ابن حجر بتهذيب كتاب المزي وهو تهذيب الكمال، فلخصه إلى كتاب سماه تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب هذا لابن حجر لخص فيه تهذيب الكمال للمزي. قال: من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضممت إليه مقصود إكماله للعلامة علاء الدين مغلطاي. مغلطاي له إكمال على رسالة المزي، الإكمال على تهذيب الكمال. فابن حجر يقول: أنا في تهذيب التهذيب أخذت، يعني لخصت تهذيب الكمال للمزي وأضفت فوائد مغلطاي. قال: مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه من بيان أحوالهم أيضا. قال: وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما ويستغرب خفاؤه عليهما، يعني يثني على عمله كعادة المصنفين، أن لابد يبين المزايا التي تكون في كتابه. قال بعد ذلك، يقول: وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير، يعني تهذيب التهذيب يكون للطلاب المتوسطين والمتخصصين، تهذيب التهذيب. قال: إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل والثلث كثير، يعني تهذيب التهذيب وصل ماذا؟ ثلث الأصل، وقال هذا كثير، وفي الاختصار ليس بكثير، لأن العلماء يقولون الأصل في الاختصار ألا ينقص عن الثلث في باب الاختصارات في الفنون. يقول: فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أؤثر ذلك. يعني في البداية يقول طلب مني البعض أني فقط أخرج الأسماء مع الأحكام، يعني أجعل لهم مختصر من التهذيب، يقول في البداية رفض. قال: لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، يعني يقول ما يستفيد منه أصحاب هذا الفن، لأنهم لابد أن يطلعون اطلاع ماذا؟ موسع، مثل الموجود في تهذيب التهذيب. قال: ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة. يعني يقول بعد ذلك أجبت هذا الشخص إلى تأليف
مختصر أقل من التهذيب، لأن التهذيب طويل ودائما الطلاب يطلبون الاختصارات، وتجدون في أغلب مقدمات الكتب أنها طلب من التلاميذ، فتجد المختصر ومختصر المختصر والمعتصر من المختصر، ما أدري وين بيوصلون في الاختصارات. قال فأجاب هذا الطالب، قال وهي أحكم على كل شخص، الآن يعني يبين منهجه في التقريب، هذا المتن الذي لديكم ما هو منهجه، ماذا يفعل ابن حجر؟ قال أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل الصح ما قيل فيه، يعني يبين الصح الأقوال، يعني الراوي يكون فيه عدة أقوال، كلام للعقيلي، كلام لابن أبي حاتم، كلام لفلان، يقول أنا أختار الأصح فيه. وهذا يعني ماذا؟ ماذا يعني؟ أن هذا الكتاب يعتبر ماذا؟ خلاصة اجتهاد ابن حجر، يعني خلاصة ما أداه اجتهاده يضعه في هذا الكتاب. وللعلم أن ابن حجر وجد له إضافات في آخر حياته، أن كل مرة كان يضيف وينقص ويضيف وينقص إلى آخر حياته، فهذا الدليل أنه كان له عناية بهذا الكتاب واستخلاص الآراء ووضعها. قال بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه. الآن يعني بيّن ابن حجر منهجه، أنه لما يأتي إلى الراوي يذكر ثلاثة أشياء: الاسم والنسب، الحكم، الطبقة. فإذا عمل ابن حجر في التقريب ينصب على هذا الأمر، كل راوي يذكر اسمه ولقبه، ثم يذكر الحكم يعني ثقة صدوق، الشيء الثالث يذكر من أي طبقة من الطبقات. قال بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، في التهذيب يذكر من شيوخه ومن تلاميذه، وهذا طبعا هو الذي يناسب الطالب في هذا الفن. قال إلا من لا يؤمن لبسه. قال وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في 12 مرتبة، وحصروا طبقاتهم في 12 طبقة. إذن هنا بيّن أن الكلام في الجرح والتعديل عنده 12 طبقة، وأيضا طبقات الرواة يعني من جهة العصور، وهل هم في المئة الأولى في المئة الثانية، أيضا ينقسمون إلى 12 طبقة. نلاحظ أن ابن حجر في الكتاب يشير إلى الطبقة ويبين الجرح والتعديل، ويبين الجرح والتعديل كما سوف يأتي. يعني في باب الجرح والتعديل يقول ثقة، في باب الطبقات يقول هو من السابعة، هو من الثامنة. أنت لابد أنك تتعود على المقدمة، تعرف مثلا الطبقة الأولى من الصحابة، الطبقة الثانية من كبار التابعين، الطبقة الثالثة من يعني أواسط التابعين، الطبقة الرابعة، خلاص أنت تعودت على هذا، لما تقرأ في كلامه من الرابعة أو من السادسة تعرف من الطبقات التي وضعها في ماذا؟ المقدمة. قال فأما المراتب فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم،
يعني إذا جاء ذكر الصحابة يقول صحابي فلان صحابي، خلاص الصحابة كلهم عدول ثقات. قال الثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. الثانية من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. هنا طبعا إحنا مضى معنا الطبقة الثانية والثالثة، هذه تعتبر عند ابن حجر صحيح من الدرجة الأولى، صحيح من الدرجة الأولى، وأغلب هؤلاء أحاديثهم في الصحيحين، أغلب أحاديثهم في الصحيحين. يعني إذا مر عليك ثقة متقن ثبت ثقة 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 حافظ، الغالب عليهم أن أحاديثهم في الصحيحين، وهي تعتبر المرتبة الأولى في الصحة عند ابن حجر. قال الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. هذه الدرجة الثانية من الصحيح، وهو الذي يحسنه الترمذي، يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود غالبا. قال الخامسة، طبعا من الخامسة يبدأ ماذا؟ مراتب الضعيف، مراتب المردود. قال خامسة من قصر عن الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدع كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. قال السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. الطبقة الخامسة والسادسة هذه طبقة الاعتضاد، طبقة الاعتضاد يعني مردود إلا إذا جاءه مقوي، إلا إذا جاءه مقوي. فإذا وجدت أحد الرواة قال عنه يعني ليس له من مقبول، فلا تستطيع أن تقبل روايته إلا إذا وجدت له متابع من حديث آخر. ثم قال السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. الثامنة، طبعا السابعة محل خلاف في مسألة الاعتضاد. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. التاسعة من لم يروى عنه، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. العاشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادي عشر من اتهم بالكذب. فهذه الطبقات من السابعة إلى الحادي عشر والثاني عشر من أطلق على اسم الكذب والوضع، هذه الطبقات عدم الاحتجاج، طبقات عدم الاحتجاج. فإذا هنا نجد أن ابن حجر هذه الطبقات جعلها يعني طبقتان للصح الصحيح، والطبقة الثانية للصحيح الذي هو في مرتبة الحسن، ثم بعد ذلك الطبقتان لمراتب الاعتضاد، ثم بعد ذلك مجموعة الطبقات لعدم الاحتجاج. قال وأما الطبقات، طبعا هنا يعني مسألة، يعني الطبقة الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، هذه الطبقة هي يعني الطبقة التي يخالف فيها ابن حجر كثيرا، يعني العلماء يخالفون في هذه الطبقة. ونحن ذكرنا أن الخلاف غالبا يكون في الحسن لأنه متنازع بين الصحة
الضعف. ولذلك يعني نجد بعض المعاصرين ألف كتاب تقرير تقريب يعني مجلدين في انتقاد بعض آراء ابن حجر، فيه مبالغات، لكن أغلب الانتقادات تنصب على الطبقة الرابعة. يعني هو يقول صدوق وهم لا يوافقون في مثل هذه العبارة. وتجد أيضا الألباني يخالف ابن حجر في هذه الطبقة. قالوا أما الطبقات فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. الثانية طبقة كبار التابعين، هذه الطبقات هي التي يشير لها ابن حجر باختصار، يقول من الثانية من العاشرة من التاسعة، الطبقات الزمنية، هذه الطبقات الزمنية. أما طبقات الجرح والتعديل فيصرح بها. قال الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب فإن كان مخضرما صرحت بذلك. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. الرابعة طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. السادسة طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن عليا. التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. العاشرة كبار الأخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل. الحادي عشر الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري. الطبقة الثانية عشر صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحقت بهم باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلة كبعض شيوخ النسائي. فإذا قسمهم يعني هذه الطريقة حيث جعل الصحابة طبقة واحدة، ثم للتابعين مجموعة طبقات خمسة طبقات، ثم لأتباع التابعين ثلاثة طبقات، ثم لأتباع الأتباع ثلاث طبقات. فالطبقات عنده 12 طبقة، يعني الطبقة الأولى للصحابة، إذا قال من الأولى يعني الصحابة، من الثانية إلى السادسة هذه طبقة التابعين، ثم بعد ذلك ثلاث طبقات هي طبقة أتباع التابعين، ثم الثلاث الأخيرة من طبقة أتباع التابعين. فهذه هي الطبقات الزمنية. قال وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن ندر عن ذلك بينته. يعني هؤلاء يعني هذا التقسيم باعتبار الزمان. قال وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة. يعني يقول أنا الرقم يعني الاختصار، استخدم رموز واختصارات، كل راوي يضع أمامه رمز، هذا الرمز يبين الأحاديث التي أخرجها أين موجودة، هل أخرج له البخاري، هل أخرج له الترمذي، البخاري أين أخرج له، هل أخرج له في التاريخ، في خلق أفعال العباد. هنا لا يقتصر على الإشارة فقط إلى صحيح البخاري، لا، حتى الكتب الثانية، حتى يتميز أين يروى لهذا الراوي. قال فالبخاري في صحيحه خاء، فإن كان حديثه عنده معلقا خاء تاء، فلابد تتعود على هذه الرموز، تقرأ أكثر مرة
بالممارسة خلاص، يعني ممارسة التقريب والتطبيق عليه تسهل هذه الرموز. قال: وللبخاري في الأدب المفرد باء خاء، وفي خلق أفعال العباد عين خاء، وفي جزء القراءة راء، وفي رفع اليدين ياء، هذه أجزاء حديثية. ولمسلم ميم، ولأبي داود دال، وفي المراسيل له ميم دال، وفي فضائل الأنصار صاد دال، وفي الناسخ خاء دال، وفي القدر قاف دال، وفي التفرد فاء، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كاف دال، وللترمذي تاء، وفي الشمائل تاء ميم، وللنسائي السين، وفي مسند علي له عين سين، وفي مسند مالك كاف نون، ولابن ماجه قاف، وفي التفسير له فاء قاف. هذه إشارات اختصارات هي التي يستخدمها ابن حجر. فأنت لابد أنك تعرف هذه الاختصارات وتعرف الطبقات، تعرف الاختصارات وتعرف ماذا؟ الطبقات. قال: فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها. يعني إذا وجد حديث أحد هؤلاء في الكتب الستة فإنه يكتفي بالإشارة إليه دون بقية الأجزاء والكتب ماذا؟ الثانية. قال: وإذا اجتمعت فالرقم عين، يعني إذا الراوي له روايات في الكتب الستة كلها عين، يعني الجماعة إشارة إلى أن له روايات في الكتب الستة روى له الجماعة. وأما علامة أربع فهي لهم سوى الشيخين، يعني دون البخاري ومسلم، يعني روايته في السنن الأربعة. قال: ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه تمييز. إذا شفتم كلمة تمييز يعني ليس له رواية في الكتب ماذا؟ الستة. قال: إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره، ليتميز عن غيره. يعني قد يقول قائل: ليش يذكر الكتاب في الكتب ماذا؟ الستة، لكن هناك أسماء متشابهة ويعني يظن أن لهم رواية في الكتب الستة فيذكرهم ويكتب تمييز ليس لهم رواية في الكتب ماذا؟ الستة. قال: ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد وسميته تقريب التهذيب. هذه يعني خلاصة طريقته في تقريب التهذيب. الكتاب مرتب على الترتيب المعجمي، الترتيب المعجمي يعني حروف المعجم، حافظين ألف باء على حروف المعجم. فبدأ بأحمد، طبعا في أسماء قبل أحمد، ليش بدأ بأحمد؟ قالوا لشرف اسم أحمد، لشرف اسم أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كله مرتب على حروف المعجم إلا أحمد ومحمد، فجعلهم ماذا؟ مقدمين في الذكر لشرف هذين الاسمين. الكتاب مرتب بداية ذكر الأسماء، طيب أسماء، انتهى من الأسماء انتقل إلى الكنى، أبو فلان أبو فلان أبو فلان، انتهى منهم انتقل لمن نسب إلى أمه وأبيه، ابن تيمية ابن علية ابن كذا، فمن نسب إلى أمه وأبيه يأتي بعد ماذا؟ الكنى. ثم بعد ذلك تأتي الأنساب، تأتي الأنساب، وحنا عرفنا أن الرجل قد ينسب إلى بلد صح، وقد ينسب إلى ماذا؟ إلى حرفة صح، ينسب إلى أي شيء. يأتي بعد ذلك ذكر الأنساب، يعني يقول البصري الكوفي الحداد الصباغ، فيأتي ذكر ماذا؟ الأنساب. الأنساب طبعا، ويذكر معها الألقاب. ثم بعد ذلك يذكر المبهمات،
المبهم الذي ذكر ولم يعرف من هو المقصود به. ثم بعد ما انتهى من أسماء الرجال ذكر النساء، ذكر النساء وختم بالمبهمات من النساء. فأنت عود نفسك لما تبحث، يعني وفر على نفسك الوقت على حروف المعجم. عندك حرف الياء تأتي ماذا؟ في النهاية. النساء في النهاية. عندك حافظ اللقب، حافظ الكنية، ينسب لأب أو أم، مباشرة افتح ماذا؟ في النهاية حتى تستغل الوقت. مثلا هنا بدأ ذكر من اسمه أحمد في البداية، أول واحد أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي نزيل بغداد، صدوق من العاشرة. هذه في الطبقات ماذا؟ الزمنية، في الطبقات الزمنية، يعني يكون من طبقة أتباع أتباع التابعين، لأن آخر ثلاث طبقات هي من أتباع أتباع التابعين. مات سنة 36. دال فاء قاف، هذه شو؟ طلاسم، اختصارات للرموز التي ذكر. طيب ننتقل إلى الألفية. مجلس 19 أبو أحمد، خلاص. قال التصحيح والتمريض وهو التضبيب. قال وكتبوا صح على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي. هنا التصحيح والتضبيب، قال الكلمات التي هي عرضة للشك فيها يكتب عليها صحة، يكتب عليها صحة سواء في الإسناد أو في المتن. قال وكتبوا صحة على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي. يعني أحيانا تجد في سند يقول حدثنا محمد، حدثنا محمد قال قتادة، لما يأتي إلى محمد الثانية يكتب عليها صح. لماذا؟ حتى لا يظن أنه ماذا؟ تكرار، حتى لا يظن أنه تكرار، فيقال نعم هذه محمد ثابتة في هذا السند حتى يزيل الشك، يزيل الشك سواء في الألفاظ أو في المعاني. يورد لفظ غريب جدا فيكتب عليها صح أن هذه ماذا؟ صحيحة، لا تفهمها على وجه الخطأ سواء في الإسناد أو في المتون. قال ومرضوا فضببوا صادا تمد فوق الذي صح وردوا وفسد، فوق الذي صح ورودا وفسد. هذه الثانية وهي التمريض التي يجعل عليها الصاد الصغيرة، إذا كانت الكلمة فيها خطأ، خطأ إسنادي، خطأ متني، خطأ في اللغة، خطأ في العقيدة، أي خطأ من الأخطاء يجعلون فوق الصاد، يعني هذه فيها خطأ، فتجعل علامة التضبيب حتى ينتبه له أن هذا يحتاج إلى تصحيح، لأن طبعا ما يغير من الأدب مع الكتب ألا يعني يمسح أو كذا ويثبت أصل الكلام، لكن يشير بإشارات تبين. فإذا كان هناك فساد في المعنى أو في الدلالة أو يضع عليها صاد. إذن عندنا صحة وعندنا صاد، إذا كان صاد فهي للتمريض خطأ واقع
وإذا كان صحة خطأ متوهم، خطأ متوهم، فعندنا خطأ واقع وخطأ متوهم. قال: وضببوا في القطع والإرسال، وبعضهم في العاصر الخوالي، يعني يقول استخدموا التضبيب في مواضع القطع والإرسال، يعني يثبت أن هذا منقطع هذا مرسل استخدموه. قال: وبعضهم في العاصر الخوالي، يعني البعض يقول في الأزمنة السابقة، يعني بعض علماء الحديث يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إذا ما يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم. يقول أن مما يختلط في باب التضبيب علامة الصح أن البعض يستخدم صاد عند عطف الأسماء في الرواية، يعني يقول بعض السابقين إذا ذكر ثلاثة في الرواية اشترك يعني في الرواية عنهم رجل في الإسناد يجعل صاد، يعني مثلا إذا قال قال مجاهد والشعبي وقتادة صاد حدثنا كذا، فوضع صاد في هذا الموضع تشير إلى الاتصال وأن الحديث متصل مسند برواية هؤلاء الثلاثة، برواية هؤلاء الثلاثة ليس لأحدهم، لا الثلاثة يروون هذا على وجه الاتصال. ونحن الآن مضى معنا أن الصاد تستخدم لماذا؟ للتضبيب، فتوهم هذه الصاد اللي وضعها في السند للاتصال مع الصاد التي يفهم منها ماذا؟ التضبيب، وأن هناك خطأ، فيقول هذا يوهم. يقول أيضا الصورة الثانية مما يحصل فيه الوهم إذا اختصر التصحيح، احنا عرفنا ان التصحيح نحط الصح صحة والتضبيب نحط ماذا صاد، فيقول ان البعض من سرعة الكتابة ما يكتب صحة يضع صاد او صحة غير واضحة فقط الواضح منها ماذا صاد، فهنا ايضا تشكل فيشبه التصحيح ماذا التضبيب، يعني هاتان صورتان يختلط فيها التصحيح مع التضبيب. قال: وإنما يميزه من يفهمه، يعني من يفهم اصطلاحات العلماء. قال: الكشط والمحو وهو الضرب وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود. هنا يبين الخطأ الأخطاء في الكتاب إذا كانت من جهة الزيادة كيف يتصرف معها، الزيادة والمكررات في الكتاب، إذا كان يكتب وكرر اسم شخص كيف يفعل معه، إذا زاد عبارة خطأ زاد كلمة خطأ كيف يمسحها. فقال: إما كشطا يعني بالسكين سلخ بالسكين كما هو عند المحدثين وهو مكروه، ومحوا يمحوه إذا كان نوع الورق يقبل المحو، الآن عندنا مساحة صح بعض الأقلام تقبل المحو إذا كان في طراوة، وبضرب أجوده يعني أفضلها الضرب، الضرب هو الخط العمودي يجعل عليه خط نصف إكس هذه.
قال وبضرب أجود، يعني أفضلها الضرب، لأن العلماء كانوا يقولون في السابق الكشط والحك تهمة، لأن قد يكون ثابت من وجه آخر أو اجتهد فأخطأ. قال وصله بالحروف خطا أو لا مع عطفه أو كتب لا ثم إلى هنا، يعني يبين صور الضرب كيف يضرب. الطريقة الأولى قال صله بالحروف خطا أو لا مع عطفه، هذه الطريقة الأولى، أن يجعل موصول بالخط، يعني يجعل عليه خط عمودي الكلمة، يجعل عليها خط الكلمة المضروب عليها، يعني يقول اضرب على الحديث، أحيانا تجد سطر سطرين ثلاث مضروب عليه خط عمودي أو مضروب على الكلمة، أو كتب لا ثم إلى، هذه الطريقة الثانية، يعني من بداية المضروب عليه إلى نهايته يجعل بين كلمتين لا وإلى، لا وإلى، يعني مثلا عندنا السطر، هذا السطر زائد، بداية السطر الزائد نكتب لا ونهايته نكتب إلى، وهذا يعني مثل لما يقولون مثل الاختصار، يقولون لا يثبت من هنا إلى هنا، لا يثبت من هنا إلى هنا. قال أو نصف دارة وإلا صفرا في كل جانب وعلم سطرا، سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا وإن حرف أتى تكريره. هذه الطريقة هنا أشار في البيت الذي قبله أشار إلى ثلاث طرق. الخط يقول وصله بالحروف خطا أو لا مع عطفه، يعني ذكر طريقتين. الطريقة الأولى أن نجعل الخط على الكلمة، والطريقة الثانية أن نجعل مثل القوس عليه من الأعلى، مثل النون المقلوبة على الكلمة، مثل النون المقلوبة، يعني لا نخلطها بالكلمة. والطريقة الثالثة أن نكتب لا وفي النهاية نكتب إلى، إذن هذه ثلاثة طرق. الطريقة الرابعة قال أو نصف دارة، يعني نجعل المضروب عليه بين قوسين، بين قوسين، نصف دارة يعني نصف دائرة يعني قوسين، فنجعلها بين قوسين. وإلا صفرة في كل جانب، هذه الطريقة الخامسة، أن نجعلها بين دائرتين، نجعل المضروب عليه بين دائرتين. إذا هذه خمسة طرق للضرب، إما أن يضرب عليه خط عمودي، وإما أن يقوس عليه من الأعلى، وإما أن يكتب لا وإلى، وإما أن يجعل المضروب بين قوسين، وإما أن يجعل المضروب عليه بين دائرتين صغيرتين. قال وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا، يعني يقول يا أما تبين في كل الأسطر تضع سطر وسطر، ويا أما من بداية السطر إلى نهاية السطر، يعني بعض العلماء يقول الآن لو إحنا عندنا الزائد ثلاثة أسطر، الزائد ثلاثة أسطر، والبعض يقول علم سطرا سطرا، يعني نأتي للسطر الأول نضع قوس نهاية السطر قوس، السطر الثاني قوس ونهايته قوس، والثالث قوس وقوس. البعض يقول لا، يقول أو لا الطريقة الثانية أن يجعل كله السطر الأول والثاني والثالث
بداية قوس ونهاية ماذا؟ قوس، فيشمل الكل. قال وإن حرف أتى تكريره، يقول يعني لو جاءنا شيء مكرر، الكلمات المكررة، قال فأبقي ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم، أو استجد قولان ما لم يضف أو يوصف أو نحوهما فألف. هذه أشرنا إليها، مسألة الضرب على المكررات، فيراعى الأجمل في السياق، الأجمل في السياق. فإذا كان في بداية السياق كلمة مكررة فيضرب على الأولى، يعني لو في بداية السطر كتب العلم العلم، نضرب على أي وحدة؟ الأولى، على الأولى، حتى ما نقطع ماذا؟ الاتصال. لو كان عندنا العلم العلم وضربنا على الثانية فنقرأ ثم ينقطع ثم يتصل الكلام. وإذا كان في النهاية لو تكررت عندنا كلمة العلم العلم في نهاية السطر ماذا نفعل؟ نضرب على الأخيرة، نضرب على الأخيرة، نراعي ماذا؟ الاتصال. قال أو استجد، يعني انظر إلى أحسنهما صورة. قال قولان ما لم يضف أو يوصف أو نحوهما فألفي، يعني يقول إذا وجد في سياق الكلام مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف فلا تفرق بينهما، لا تفرق بينهما. يعني لو كان عندنا زيد الطويل الطويل، زيد الطويل الطويل، عندنا طويل مكررة، نحذف الطويل الأولى ولا الثانية؟ ها الثانية، عشان ما نفرق بين الصفة والموصوف، الصفة والموصوف. لو عندنا حارس الدار الدار، نفس الشيء صح، نحذف ماذا؟ الثانية، عشان ما نفرق بين حارس الدار أو عبد الله الله مضاف مضاف إليه، نحذف ماذا؟ الثانية، نحذف الثانية. فيقول إذا وجدنا في السياقات مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف نحاول أن نضرب على الكلمة التي لا تخل الإضافة، التي لا تخل العلاقة بين الصفة والموصوف. قال العمل في اختلاف الروايات، قال وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية، يعني يقول الأفضل أن يعتمد على رواية واحدة لا يجمع عدة روايات في الكتاب، ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سمي أو رمزا أو يكتبها معتنيا، يعني يقول يجعل الكتابة على رواية واحدة ثم يعتني باختلاف الروايات، ببيان اختلاف الروايات، إما تسمية أو إشارة، إما تسمية أو إشارة. مثلا مثل ما ذكرنا، يعني مثلا إذا يروي سنن أبي داود يعتمد رواية ابن داسة ويبين بقية الروايات، يبين بقية الروايات التي جاءت، وسواء بالاسم كما مضى معنا أو بالرمز، بالرمز يبين هذه الرواية لمن، رواية الشيباني، رواية، يبين الروايات المختلفة. فإما أن يسمي الشيباني أو يجعل شين ويقول هذه اختصار لرواية الشيباني، فيقول يعتني ببيان اختلاف الروايات.
أو يكتبها معتنيا بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. يعني إما أن يكتب كتابه وإما أن يلون الزيادات يكتبها باللون الأحمر أو الاختلافات يكتبها باللون الأحمر، فهو على الخيار. يعني بعضهم يثبت الزيادة يقول وفي لفظة كذا، أو يقول وعند الفربري كذا وعند فلان كذا يثبت، أو يقول وفي خاء كذا وفي صاد كذا. أنت تعرف هنا يشير إلى اختلاف ماذا؟ روايات. بعضهم لا، ما يكتب وعند الفربري كذا وعند خاء كذا، لا خلاص مباشرة يكتبها لكن يجعله باللون ماذا؟ الأحمر، ويبين يسمون الحمرة التحمير، وهذه شاعت يعني عند الشناقطة يعني التحمير. قال وحيث زاد الأصل حوقه، حوقه يعني جعل بين قوسين، حوقه بحمرة ويجلو للتوضيح. يعني يقول الرواية اللي يعتمد عليها إذا كان فيها زيادة ما موجودة في بقية الروايات، فيقول هذه يجعلها بين قوسين أحمرين، بين قوسين أحمرين للتمييز. طبعا هذه الاستخدامات هي التي كانت غالبة على علماء الحديث، غالبة على علماء الحديث. قال الإشارة بالرمز. قال واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا، وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا، والبيهقي أبنا. هذه مضت معنا الاختصارات، اختصارات الرموز. فإذا جاء حدثنا اختصرونه على ثنا وهو الغالب، أو نا وهو نادر، ودثنا هذا اختصار لحدثنا عند الحاكم والبيهقي، من اختصارات الحاكم والبيهقي. قال واختصروا أخبرنا على أنا وأرنا والبيهقي أبنا، هذا خاص بالبيهقي يختصر أخبرنا على أبنا، والغالب كما قلنا أنا. إذن الغالب في حدثنا ثنا، والغالب في أخبرنا أنا. طيب وقثنا شو؟ أيوة قال حدثنا. قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا، يعني اختصرون قال ماذا؟ قاف. وقال الشيخ حذفها عهد، يعني الغالب لا يثبتون ماذا؟ قال، ما يثبتون أصلا قال. خطا ولا بد من النطق كذا، قيل له وينبغي النطق بذا. يعني يقول أن قال معروفة عند العلماء أنهم يحذفونها في الكتابة ولكن عند القراءة تنطق، عند القراءة تنطق. حذفها عهد، معهود عند العلماء أن يحذفون قال خطا يعني كتابة. قال ولا بد من النطق، ينطق بقال. قال كذا قيل له، يعني سواء قيل له قال له قال كلها نفس الشيء، يقول لابد أنك تنطقها. قال وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقن بها وقد، يقول يأتي في الانتقال بين الأسانيد حرف حاء تنطق، ثم بين وقد ذكر فيها الاختلاف على أربعة أقوال. قول الأول قال رأى الرهاوي بأن لا تقرأ
وأنها من حائل وقد رأى. هذا القول الأول عبد القادر الرهاوي يقول لا تقرأ لأن المقصود بها حائل، يعني هي اختصار حائل يعني بمنزلة الفاصلة، بمنزلة الفاصلة. أنت إذا مر عليك في السطر فاصلة تقرأها ولا ما تقرأ؟ ما تقرأ، للحيلولة للفصل يقول نفس الشيء حاء. القول الثاني وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط وقيل. هذا القول الثاني. علماء المغرب يقولون حاء اختصار الحديث، اختصار كلمة الحديث، يعني بدل الحديث يكتبون ماذا؟ حاء. يعني تجد مثلا يكتب إنما الأعمال بالنيات حاء، يعني ماذا؟ الحديث، تتمت الحديث. وقيل بل حاء تحويل. هذا القول الثالث، أن الحاء معناها ماذا؟ التحويل، انتقال من سند إلى سند، وهذا الأصح، هذا الأصح أنه انتقال من سند إلى سند. وقال قد كتبت، وقال قد كتب مكانها صح فحاء منها انتخب. يعني القول الرابع أنها اختصار صحة، أنها اختصار صحة. صحة لماذا قلنا احنا؟ ها؟ تصحيح صح؟ اختصار تصحيح. فقالوا أن اختصار صحة ماذا؟ حاء. هذه أربعة أقوال في الحاء. طيب نقتصر على هذا المجلس بهذا القدر، وصلى الله وسلم ونكمل في المجلس الذي يليه.